سهريه كبيره اليوم من مهرجان كارتاج العريق. اليوم سهريه كومبلي لامير الترب العربي صابر الربيعي. شنو تنتظروا منه؟ تنتظر باش تعدى سهريه هبيل وجو جو جو. جيت انا وبنتي باش نحفلوها ان شاء الله اليوم يا ربي. تتعدى سهريه حلو. بنتي تحب برشا صابر وانا نحبه ياسر ياسر. ان شاء الله يغنينا تونسي، شيخنا بالتونسي. ديما نورمالمون كل عام على كل عام. إذا كان مش دو تخوا فوا ولا كات فوا احنا والسهريات. شنو رايكم في التنظيم في مهرجان كارتاج؟ ياسر ياسر تحفون عجبنا. بون سيكوريتي كبيره معبي سي نورمال معناها، فبنتقلقوا شويه في الدخول ولا خروج ولا في المروية عادي، اما منظمه بالكدا الحق معناها. ان شاء الله تعدي سهريه حلوه وقريب يطلع ديجا. انسك بالعائله. انا جينا من الجزائر هنا. مرحبا. الله يسلمك. الله يسلمك الله يسلمك. شنو رايكم في مهرجان كارتاج؟ اول مره ندخلوا له بصح نسمعوا عليه غير الخير. نسمعوا عليه مني كما يقولوا مليح برشا. انتم تقولوا مليح برشا. الشعب التونسي يحب الجو والشيخات ويحب الحياه. ان شاء الله ان شاء الله. جيت انا والمراه والاولاد ان شاء الله. هذيك بنتي الصغيره ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. مدام شنو رايك في مهرجان كارتاج؟ تخي بيان، راهي بان شباب، الاجواء راهي شابه. انا فرحانين. اخترتوا تجيو لصابر الربيعي؟ اه نحبوه نحبوه بزاف. كانت كاينه شيرين وفضلنا بين شيرين وصابر الربيعي. صابر الربيعي صابر في بلاده. هيا مرحبا بيك. حدثنا على الجو، على الشيخات، على مهرجان كارتاج، على صابر الربيعي. صابر الربيعي اون اون بارل با معناها تبارك الله، ارتيست كبير ياسر، كلنا نحبوه في تونس وبيان سور ما فلتولوش عارض معناها. حاجه لازمه، حاجه لازم ديما تكون موجوده كل عام معناها، وماذا بينا ديما معناتها نكثروا مهن التظاهرات هذيا الثقافيه وكل وكها. ان شاء الله ديما تونس القديم. بعد عامين من الانقطاع بسبب وباء كورونا عافانا وعافاكم الله، مهرجان كارتاج تونس تتنفس، الشعب التونسي اللي يحب الجو والشيخات والكل يرجع الجو والشيخات. واليوم سهره كبيره حقيقه كومبلي، سهره امير الترب العربي. شنو رايك؟ والله رايي انا عندي ديجا 3 سنين محصوره بالكورونا مش جيت، دونك حاجه باهيه نتفرهدوا نسمعوا الاغاني نعملوا جو. شو نقول لك هكا، تونس الزهو والترب والاغاني والشيخات والسهريات هكا نحبوا احنا، وان شاء الله لا يعاودها علينا. شنو تنتظر اليوم من صابر الربيعي؟ والله ننتظر يغني، انا جاي على اغنيته القديمه اكثر نحبها، نعملوا جو يغني اغنيات محليهم، نضحكوا نلعبوا نشطحوا نغنيوا ونشيخوا كالعاده. شنو طبيعته الشعب التونسي؟ والله يا شعب التونسي شنو طبيعته؟ اخر واحد انا نجم نقول لك خاطر ما تتفهمش. الشعب التونسي لا تحسوا، اعطيه شيخ يضحك يلعب يصرف ياكل يشرب، ما يهموش في غدوه، يعيش اليوم وقتلني غدوه كما يقولوا. هذاك هو الشعب التونسي، ما اكثرش من هكاك. قلت لي الشعب التونسي يحب على الجو والشيخات. اليوم سهريه امير الترب العربي صابر الربيعي الفنان التونسي والسهره كومبلي. قلت لي عندك ملاحظات على التنظيم وعندك ايضا ما تقول على الفنان. والله حكايه التنظيم هذه يعني حق مشروع، هو كان لي مهرجان دولي وكل شيء لازم التنظيم، وأمة لا اله الا الله معناها كلمه اون بو با فيغ اوترومون، يفو ريسبكتي معناها سيت اون ديسيبلين ريسبكتي. اما شويه الواحد زاد كوميم فما معاملات هكا سياسي اكزاجيري معناها كل يبداو يكشوا درشنيه سياسي ديبلاسي. خلينا في الجو بعد عامين كورونا. اما يعني دخلنا المهرجان كارتاج شكيت، قلت زعما انا تونسيه ولا شنو الحكايه؟ شنو حسيت؟ لا 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 من الاول، اما الحمد لله اون فا بوزيتيفي بور اون فوا، ومرحبا به في بلاده وما بين ولاده بلاده، وان شاء الله تتعدى سهريه حلوه. صابر الربيعي غني على التعريف، فنان فنان كبير زاد. صابر بيان سور غني على التعريف، معناتها صابر كما قلت انت امير الترب معناتها ابداع وكا هو فهمت. اي اليوم كومبلي ما شاء الله ودي ما يعبي معناتها داكوردو. ان شاء الله ديما فرحانين ديما جينا بالذمه، ان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ديما هكا تونس منوره، ان شاء الله ديما تونس عامله جو، ان شاء الله فهمت. يوسف بربي حاجه هذا كان يسالونا الدخول، سالونا الدخول وكا هو. شنو نقول لك ما شاء الله. شنو رايك في مهرجان كارتاج؟ بون ان شاء الله تعدى سهريه تحفونا، وان شاء الله الواحد ترجع البلاد تتحرك وترجع الحيويه ونرجعوا نعيشوا كمان، وان شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى. الشعب التونسي يعيش بالفن. مش كان الفن، الشعب التونسي شعب حي فهمت، يحب الحياه بصفه عامه، يفركس على الحياه في 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 ابسط تفاصيل الحياه، هو يفركس فيها كمان فهمت.
ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى. الشعب التونسي حاجه تفرح حتى صغيره شيخ بها فركس كان باش يبدا عامل جو شيخ هكا وما حدش بحد شيء شعب عايش صحيح في كثير مومون اللي تعيشنا لي بون مومون هما اللي خليونا نقدموا في الحياه وخليونا نحبوا الحياه وخليونا خاطر بالحق الاعوام اللي فاتوا عشنا برشا حاجات خايبه وعشنا برشا خيبات امل ان شاء الله اللي جاي خير. عوده الجو والروح والشيخات البلاد الحمد لله الحمد لله كما قلت انت عوده الروح وعوده الجو خاطر السنين اللي فاتت من الكوفيد دونك تقص المهرجان تقصوا برشا حاجات الحمد لله بدات رجعت الروح شويه في الصيف والحمد لله يا رب. اول سهريه في كرتاج تجيها؟ اول سهريه مش ديما الحقيقه مش ديما نجي اول سهريه ما نجي نجي في معناها دخلت الامين الاهدي دخلت للزياره هذه دخلت اليوم السابع الرباعي اما مش بالضروره معناها اول سهريه نبدا موجوده. حضرت ثلاثه سهريات يعني في مهرجان كانت ثلاثه سهريات هذه الثالثه. نجم تقول لنا رايك في التنظيم في المهرجان؟ لا والله اكس خاوتينا على الحقيقه الحمد لله اكس خاوتينا جانا ثلاثه سهريات دخلتهم كوم باغازار ثلاثه توانسه معناها نشجعوا زاد المنتوج التونسي فهمت نشجعوا معناها الفيغ مصاب الرباعي امين النهدي قامه دونك زياره ضاربه كما نقولوا دونك الحمد لله. مهرجان كرتاج اول سهريه تجي؟ اي اول سهريه اي. شنو رايك في التنظيم؟ والله يعطيهم الصحه تنظيم ممتاز ومعناها بالرغم برشا جماهير لكن تنظيم ممتاز ما ثماش ثما سلاسه في المرور ما ثماش مشكله في المرور ما كانش مشكله كبيره. انتظاراتك من امير الترب العربي صابر الرباعي؟ ان شاء الله يتربنا ان شاء الله نعملوا معه جو ان شاء الله نتفرهدوا ان شاء الله نعملوا جو به وان شاء الله نعملوا سهريه باهيه معه. جيت انت والعائله؟ ان شاء الله هاي ان شاء الله مع العائله وان شاء الله جينا كلنا لصابر الرباعي ان شاء الله نعملوا جو به. بيع الفل والورد والياسمين بيع الروايح البنينه في مهرجان كرتاج بعت بضاعتك الكل صييت مروح تو كل يوم هكا كل يوم وصابر ديما معروفه بالجو وانا مروح على بكري مش نكذب عليك مش تحضر السهريه لا مروح تعب مروح ربي يعينك سهريه صابر ديما معروفه كومبلي راي أموره سانك سانك وإن شاء الله الجمهور ما شاء الله ديما يحبوا صابر. توا في كل سهرية تبيع المشموم هكا على بكري وتروح؟ كل سهرية أنا ديما ننقذ أنا الأولاني ونروح. شنو السر؟ السر خاطر نعمل لهم جو الداخل أنا. أنا ريتو تبقى ضايع نجيبه معبي فيه الورد بزيت. نبدا نطيش فيه على العباد. يشروا الحق ماش نكذب عليك يشروا بزيد واحد اربعة واحد خمسة ما شاء الله والسهريات كلها السنة بخصوص حلوة لقصة تقدير في الكرتاج. سهرية أمير الترب العربي اليوم صابر الرباعي شنو رايك؟ كل سهرية نجي شنو رايك مش نقوله آخر كل سهرية نجي معناتها على كل شيء على كل شيء جو باهي على الخ يفرهدنا على الخ. من قبل الكورونا في السنوات الماضيه كنت تجي؟ نجي نجي كل حفله متاع صابر في كرتاج نجي. نحبوه صابر الناس الكل يشيخنا يفرهدنا نجي ونخرجوا الطاقه اللي فينا الكل ونروحوا ينحي برشا ستريس صابر. صابر باهي امير الترب العربي معروف وصوته باهي ومن اعز الفنانين معناتها في العالم العربي. حضرت عروض اخرى في كرتاج؟ اي حضرت. شنو رايك في التنظيم الجو؟ والله باهي باهي غروسو مودو باهي مش خايب. كرتاج بعد عامين من الوباء وقف المهرجان هذا الشعب التونسي تنفس سعداء من اول وجديد سنه بكرتاج. جست نقولوا الحمد لله يا ربي باش نتنفسوا صابر الرباعي معروف بالطبيعه فنان قدير اداؤه طياره يا ربي ان شاء الله نعملوا جو وان شاء الله الشعب التونسي كل فرحان وان شاء الله الناس كل فرحانين ويعطيكم صحه على التنظيم فريمون اكسلون. اول مره باش نحضر له ما انا يعجبني برشا. اول مره تحضر في كرتاج؟ لا لا مش اول مره. بي نجم تقول لنا شنو رايك في التنظيم في مهرجان كرتاج؟ بي لا بي مريقل سورتو سيكوريتي فما والله الحمد لله بالحق تحصرنا برشا
سورتو في بريود الكورونا عامين ما عملناش دي هكا ما خرجناش لبرا ما تفرهدناش اكسيتيرا. الحمد لله لوجيستيك مون بارلون منظمه برشا بصراحه بالعشره يعديو اكسيتيرا دونك يعطيهم الصحه الامن واداره المهرجان وكل وان شاء الله الحفله تكون ناجحه نتاع صابر كالعاده. انتظاراتك من امير الطرب العربي؟ والله سمعته البارح في اذاعه من الاذاعات وقال بون فما شويه غناء جديد وقال زاد باش يعاود لي كوكتيل اكسيتيرا دونك ان شاء الله تكون سهره مزيانه. فما جو فما ربوخ؟ اكيد ما علاش جايين احنا من بعيد باش نعملوا جو ونشيخوا ونشطحوا. علاش الشعب التونسي يحب الجو ربوخ للدرجه ذي؟ هيك تعرف الوضع في البلاد ربي يرحمنا وان شاء الله ربي يسهلك. شنو رايك في الجو في الشيخات في مهرجان كارتاج؟ والله مهرجان كارتاج روعه وهذه مش المره الاولى جيت للزياره وانا جيت هكا صابر الرباعي منظم اللهم صل يعني به حاجه توب وانا نحب صابر الرباعي منظم وكل شيء مزين وكل شيء محلي وان شاء الله ديما بلادنا منوره. شنو انتظاراتك من صابر الرباعي؟ باش ان شاء الله فما جديد ان شاء الله فما جديد ويغنينا الغنيه هذيك نتاع المسلسل يا سيد الري ان شاء الله ما يغني مطلب شعبي الغنيه حلوه برشا.